سلام، فوالا اليوم راح نديرو ان سالاد فيكو سخانه. هذا واش يليق لنا في الصيف. حكبت البطاطا، غليتها وقشرتها وقطعتها كطراف او مقصو، ربيت السناريه لا كاروت ربيتها حطيتها فوق البطاطا، زدت البصل قطعته هكذا اونيل. تقدروا كنت تلقاو الخضاري هو خير، انا عندي غير هذا. البيض بعد ما غليته قطعته هكا بتي مقصو، معدنوس بيان اونتوندو، قلنا زيتون اخضر، انا عندي غير زيتون اخضر، حطيت زيتون اخضر. تقدروا تحطوا لك حل ولا للزوج كيف كيف، مليح الزيتون سورتو لي يرقدوه في الدار هذاك يعني ميور. نحطوا الملح فلفل الكحل، ملح فلفل الكحل. تقدروا نتوما تزيدوا دوت خيبيس لكن حبيتوا تحطوا شويه كمون شويه زنجبيل. المهم انا حطيت غير الملح فلفل الكحل. نحط زيت الزيتون من الاحسن، انا حطيت زيت زيتون من الاحسن، ونزيدوا معاها هكا القارص. القارص اللي ما عندوش القارص يحط الخل، حط الخل بصح ما يكترش بزاف. نخلط هذوك البصلات، نخلطها بالمغرف، قلنا نزيدوا لها القارص بيان سور، نعصر عليها القارص، نخلطهم بيان. تزيد نخلط كي نحط القارص، نخلط دركا نحط لا سلاد على الجنب، ونجبد ندير اون صوص مايونيز، نحط مغرف مايونيز، ونحط معاها وحده ياغورت ناتور. نزيد نحط معاهم شويه ملح شويه فلفل الكحل وعصره قارص، ونخلطهم مليح مع بعضهم. هذه هي لاصوص تاعنا اللي راح نزيدو نحطوها على لا سلاد. نحط نقسمها على زوج، نص نحطها نخلطها مع لا سلاد، والنص الاخر نخليه باش نحطو من بعد من فوق. فوالا نحطها دون بلا ولا نحطوها كيما حبيتو نتوما. ديكوريها اونكور بالبيض والزيتون، قلنا توجور زيتون، انا عندي غير زيتون اخضر. ونزيد نفرغ عليها هذيك لاصوص من فوق، ونحطها في الفريغو تبرد لنا لو طون لي سما او موان 2 أو 3 ساعات. نحطوها في الفريغو، شهية طيبه، ونديكوريوها بالمعدنوس بيان اونطوندو.